بمناسبة بقى المرور، تعالوا دلوقتي نستعرض مع حضراتكم بعض أحوال المرور في مناطق مختلفة من مصر. هنبتدي جولتنا مع بعض من محافظة القاهرة. كوبري أكتوبر بيشهد كثافات مرورية بسيطة مش هتأثر أبدا على معدل الحركة لغاية ما بنوصل لمنطقة رمسيس، بعدها هنلاقي سيولة مرورية لغاية ما بنوصل لنزلة غمرة، والسيولة المرورية هتكمل معانا لغاية نهاية كوبري أكتوبر. لو بصينا على الشارع بقى نفسه، شارع رمسيس، هنلاقي كثافات بسيطة ومش مؤثرة أبدا بامتداد الشارع، وهتكمل معانا السيولة دي لغاية طريق النصر. أما بقى شارع بورسعيد من عند نزلة كوبري أكتوبر، إحنا شايفين فيه سيولة مرورية لغاية منطقة الزاوية الحمراء والويلي ولغاية كوبري الساحل والأميرية. لو بصينا بقى أعلى الأوتوستراد هنلاقي فيه سيولة مرورية نسبية، هتقل طبعاً بعد شوية للي جاي من مناطق حلوان لغاية المعادي والمقطم. ومطلع المقطم للمتجه لمحور صلاح سالم، إحنا عارفين إنه مغلق بسبب الأعمال الإنشائية. تعالوا نكمل جولتنا مع بعض في شوارع الجيزة، وتحديدا من شارع الهرم. احنا عارفين ان بيبقى فيه بعض الكثافات المرورية. النهاردة الكثافات المرورية نسبية، هنفضل ماشيين لغاية ما بنوصل ميدان الجيزة، وهنلاقي هناك الكثافات هتزيد مع ساعات الذروة الصباحية. لو بصينا بقى على محور 26 يوليو، هنلاقي كثافات مرورية للي جاي من اكتوبر ولغاية ميدان لبنان، وفي الاتجاه الثاني بنلاقي سيولة مرورية للي جاي من كوبري 15 مايو. نروح ونشوف محافظة الإسكندرية، وزي ما احنا شايفين هنلاقي بعض الكثافات المرورية البسيطة خالص اللي موجودة عند شارع خالد ابن الوليد في منطقة ميامي، وكمان في كثافات بسيطة عند منطقة كوبري ستانلي، وهنلاقي كمان كثافات عند الإشارات بطول الكورنيش. أما بقى بقية الشوارع الجانبية هنلاقي فيها سيولة مرورية وما فيهاش أي مشاكل. هنكمل جولتنا ونروح لأسوان ونتابع الحالة المرورية هناك، ونبتدي من شارع السادات لغاية ما بنوصل لمنطقة المسلة. احنا شايفين سيولة مرورية على طول الشارع، وهنلاحظ ان في كثافة بسيطة كده لغاية لما بنوصل لمحطة القطار، احنا شايفين حواليها بعض الكثافات المرورية، وكمان أيضا كثافات عند شارع الحدادين وشارع الإمام الشافعي والطريق المؤدي لمستشفى أسوان الجامعي، هنلاقي فيه بعض الكثافات المرورية، لكن إجمالا لغاية دلوقتي مفيش أي كثافات مرورية مؤثرة في حركة المرور. خلينا نرجع على طول لهدير ومصطفى نبتدي حلقتنا، اتفضلوا. شكرا ليك يا مني. شكرا يا مني.